الشركات القابضه، الشركه القابضه للسعادة الغذائيه مؤسسه في وزاره التموين، عندنا رصيد شركات 6 شركات زيوت، النيل للزيوت وابو الهول واسكندريه وطنطا للزيوت، 6 شركات. عندنا رصيد مطمئن لكافه الجمهوريه من اسوان حتى اسكندريه. الرز عندي مازال لسه عندي رز حر ب 14.5 متبقي من حصه شهر 12 و11. عندي وفر، عندي مخزن. وعندي رز نمره واحد اللي هو بيقولوا عليه اقل من 3% كسر. ايوه فندم. الرز عندنا 3 درجات، 10.5 منظوم التموين كنا جبنا منه مستورد، لان تمام الوزاره بتعمل حسابها في الحصاد ما بين الجديد والجديد، حتى السكر في حصاد بدانا في موسم الحصاد من امبارح في عندي إبلي. السكر بكام في النيل؟ عندنا الحمد لله، انت برضو سالت سؤال اول امبارح لاحد الساده، فبتقول له طب انا معايا بطاقه تموين وبتاخد السكر ب 10.5، طب انا لو معيش اعمل ايه؟ ايوه معالي بقى رئيس الدكتور علي الصبحي، عايز تفهم غلط. انا بقول مثلا انا ما عنديش بطاقه تموين ولا استحق. هو معالي الدكتور بقى اهتم بسؤال حضرتك وقام موفر سكر حر ان شاء الله بيستخدم بضخه ب 14.5 في المجمعات كلها. حلو. و 14.5 حر، يبقى انا معايا بطاقه التموين بتاعتي وارصدت مطمئنه ب 10.5 للبطاقه التموينيه. اصل ما ينفعش واحد مواطن ينزل يحط الكارت بتاعه وما يلاقيش تموين، وما يلاقيش التموين. الرز موجود، السكر موجود، الزيت موجود، المكرونه عندنا مكرونه على اعلى مستوى ب 6 جنيه 500 جرام ب 6 جنيه وبرده عندنا دي مكرونه تموين للي معاه بطاقه بس واللي معهوش في بقى الحر، يلاقي بقى الانواع المختلفه. وبس مع ذلك عشان عندنا وفره من مكرونه التموين بيبيع منها حر في فرق نقاط الخبز.